ليه مش تكون مميز وتوثق حسابك على الواتساب زي ما انت شايف كده بعلامه صح الخضراء، سواء كان الحساب شخصي او كان الحساب تجاري. في الفيديو ده هنتعلم ازاي تقدر توثق حسابك على الواتساب الطريقه الجديده ل 2024. ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه واعمل شير للفيديو لاول 3 هيعملوا شير للفيديو ان شاء الله. هحاول اوثق لهم حساباتهم على الواتساب سواء كان الشخصي او سواء كان التجاري. يلا بينا كده نبدا الشرح. اول حاجه معاكم انك بتنزل معاك الواتساب الاعمال، هتضغط عندك على واتساب اعمال بتنزل الواتساب بيزنس سواء كان على بلاي ستور او موجود على الجوجل بلاي. دلوقتي هنروح عندنا على الادوات، يعني هنا بيظهر لك الدردشات زي ما انت شايف كده. انت كل عليك بس بتروح عندك على الادوات وبعد كده بتنزل تحت كده شويه بتلاقي فيها بقى المميزات اللي هي موجوده على الواتساب اعمال. مميزات الواتساب اعمال ليك بيكون ليك ملف شخصي، بيكون ليك كتالوج، بيكون ليك انك تقدر تعمل اعلانات مموله على المنتج اللي انت بتبيعه او على حسابك الشخصي، ممكن تربط كمان الواتساب بالفيسبوك او الانستجرام، ممكن يكون في روابط قصيره سواء كان روابط مثلا للدردشه او روابط للروم. دلوقتي اللي تنزل تحت كده هتلاقي فيه ادوات مرسله اللي هي البوت اللي هي ادوات الترحيب، يعني مثلا ممكن يقول حد السلام عليكم يبعت لك رساله يوصل لك الرد على طول او يوصله هو الرد على طول بشكل تلقائي يقول له وعليكم السلام. طيب دلوقتي هنا بنشوف مع بعض كل الحاجات دي ولازم نمشي خطوه خطوه كده مع بعض. لازم الاول نعمل او نملى البيانات الخاصه بالحساب بتاعنا، كل علينا بس بنروح عندنا على رسائل الترحيب هضغط عليها ضغطه واقول له هنا ارسل رساله الترحيب، اعمل لها فتح او تفتح الرساله دي. ترجع كده ورا شويه تقول له هنا رسائل وقت العمل برضو افتح الرساله دي. هترجع تاني على الردود السريعه سيبها زي ما هي كده، يقول لك هنا السلام، ممكن تكتب اي حاجه تانيه يعني مثلا كلمه كده مختصره هو بترد عليها الرساله بشكل تلقائي، ده اسمه البوت اللي تقدر تشغل عليه حسابك على الواتساب. دلوقتي طبعا التصنيفات دي حاجه ترجع للمنتجات او الكتالوج بتاعك انت. طيب انا كده خلصت كل حاجه، بروح عندي على الحساب او الملف الشخصي اللي فوق هنا كده بضغط عليها ضغطه بيوديني معاكم على اهم حاجه موجوده على الواتساب اعمال. دلوقتي هنروح على اسم النشاط التجاري والرقم الهاتف ووصف النشاط، هنعرف مع بعض المفروض علينا نعمل ايه. اول حاجه نمسك حاجه كده فوق انك تحط صوره للبروفايل وصوره الغلاف للحساب بتاعك، تمام؟ تقدر تعدل عليها عادي جدا مفيش فيها اي مشاكل. اسم النشاط التجاري بتحط اسم النشاط التجاري او اسمك انت، ده لو حساب شخصي تحط اسمك انت، لو نشاط تجاري حط اسم النشاط التجاري. دلوقتي بتروح هنا تكتب رقم الهاتف وتكتب هنا وصف للنشاط التجاري الخاص بيك انت، يقول لك هنا متجرنا الرائع، ومهم تكتب اي وصف ان هو يعجبك، ممكن تكتبه عن طريق الذكاء الاصطناعي او تكتبه من دماغك انت عادي جدا مفيش فيه اي مشاكل. دلوقتي هننزل تحت كده على ساعات العمل، تحدد ساعات العمل اللي موجود فيها اللي حضرتك بتكون موجود فيها. دلوقتي بتحدد العنوان بتاعك وكمان عنوان بريدك الالكتروني، بس المهم يكون العنوان ده بزنس، يعني ما ينفعش يكون @gmail.com، لا ما ينفعش، لازم يكون الايميل بزنس، تمام؟ هنا بتضيف الموقع الالكتروني الخاص بيك وتضيف الكتالوج بتاعك، الكتالوج ده اللي هي التسعيره بتاعت المنتجات بتاعتك، يعني على سبيل المثال انا هضغط على المنتج ده، ده منتج اسمه كريت مي او عفوا كريم فيت مي، تمام؟ دلوقتي ده المنتج ده عامل 55 ريال، دلوقتي هرجع تاني كده خطوه ورا، ممكن اقدر اربط الفيسبوك او الانستجرام وده يفضل انك تعملها، وكمان تربط كمان النشاط التجاري الخاص بيك انت. عفوا نرجع تاني كده للاعدادات ونروح عندنا على المتجر ننزل تحت. طبعا هنا بيقول لك الفئات، هتختار هنا نشاط تجاري اخر، لا اضغط عليها ونشوف بقى ايه اللي هو يناسب المنتج بتاعتك. طب دلوقتي انا اضغط على التجميل ومستحضرات العنايه والتجميل، هنقول هنا صالون تجميل، نضغط عليها ضغطه ونقول له هنا فوق هنا حفظ زي ما انت شايف كده، بيبدا يحدث الملف بتاعي وخلاص كده تم تحديث الملف بتاعي انا. طيب نيجي بقى لاهم حاجه، وان نبعت رساله للواتساب علشان او دعم الواتساب علشان يبدا يوثق لنا حسابنا على الواتساب بالعلامه الخضراء. دلوقتي المفروض عليا اعمل ايه؟ بروح عندي على حساب الجيميل عادي جدا، وكل اللي عليا كده بروح عندي على كلمه انشاء رساله، بضغط عليها ضغطه طويله وبكتب الصيغه اللي هسيبها لك موجوده في الوصف او التعليقات. دلوقتي اعزائنا في دعم العملاء، اتمنى ان تكونوا باتم صحه وعافيه، انا اسمي او اسم صاحب الحساب، تمام؟ او اسم التجاري، بعد كده بتكتب الاسم التجاري على الواتساب، اقدم لكم هذا الطلب لتوثيق حساب التجاري ومعلومات الحساب، رقم الهاتف المرتبط بالحساب بتكتب رقم تليفونك، وهنا الاسم الشركه بتكتب اسم الشركه اللي انت بتتعامل معاها، ولازم ترفق الوصيه اللي هي عفوا الوثائق بتاعتك سواء كان ملف ضريبي بتوثق الباسبور بتاعك لو الحساب بتاعك شخصي، المهم تبعت اي حاجه تثبت ان النشاط التجاري ده خاص بيك انت. دلوقتي بتكتب هنا الموضوع، بتسجل الموضوع بتاعنا قلنا هنا توثيق حساب
الواتساب توثيق حساب الواتساب. تمام. هنا بقى إيه؟ بتبعت بقى للدعم بتاع الواتساب وهيجيبها لك حالا طبعا من اللي هو الحساب بتاعك انت. إلى إيه؟ بتروح هنا تضغط ضغطة كده طويلة وتروح عندك على لاسك اللي هو حساب التجاري الخاص بشركة الواتساب زي ما انت شايف كده. اضغط عندك على لاسك وبعد اعمل ارسال للواتساب، وبعد كده بقى هيبدأ يوثق معاك الحساب في خلال 24 ساعة ل 48 ساعة. طيب هل ممكن يتوثق على طول؟ اه يتوثق عادي جدا. طب افرض لو اترفض؟ لو اترفض لازم على الاقل يكون معاك 5 أو 3 مقالات في الاخبار او موجود في مواقع الاخبارية بيتكلم على البيزنس بتاعك انت او بيتكلم عليك انت، وتقدر توثق حسابك عادي جدا على الواتساب. كده الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت اي حاجة اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة.